علاج جروح القدم السكري. احنا خلاص دخلنا في قدم سكري وبقى عندنا جرح، هنعالجه ازاي؟ عايزين نقول بس الاول انترو كده مقدمة، احنا ايه اللي دخلنا في قدم سكري؟ مراحل الوصول للقدم السكري، احنا كان عندنا تنميل في الاول ووجع، وبعدين بقى تنميل وحرقان ووجع وشقشقة وكهرباء ولسعة، وبعد كده بدأنا نفقد الاحساس، الشفشف بيتخرع ما حسش بيه. وبعدين المرحلة الرابعة بدأ يحصل جرح، فالجرح ده اتفتح فتلوث، فممكن ده يدخلنا على المرحلة السادسة على طول اللي هي الجرجرينة والبتر، وممكن ندخل في المرحلة الخامسة ان الشرايين الرئيسية تتسد. امال الناس اللي عندهم التهاب اعصاب طرفية دول بيبقى عندهم ايه؟ الدورة الدموية الدقيقة هي اللي بيبقى فيها انسداد. هنعالج الناس اللي عندهم جروح دول ازاي؟ هنزود الدورة الدموية الدقيقة. قبل بس ما اتكلم على العلاج، محتاجة اقول لكم ازاي بنقيم المريض ده. لازم نقيس عنده حاجة اسمها الاحساس السطحي، الاحساس العميق، الاحساس باللمس، وبنقيس له نسبة الكسور في الدورة الدموية الدقيقة الطرفية قد ايه اللي ادت للمشكلة دي، حتى لو الشرايين الرئيسية لسه شغالة، لان احنا لازم نزود الدورة الدموية الدقيقة. فبيبدأ العلاج بتاعنا ان احنا بنعمل جهاز امريكي، ده بيطلع موجات ضوئية أحادية اللون ليها طول موج معين، بتاخد الدورة الدموية الدقيقة. تمام. تاني حاجة بنعالج الأوردة. مفيش حاجة اسمها ان العلاج بالأوزون بيعالج القدم السكري او هيزود لك الدورة الدموية. العلاج بالأوزون ده حاجة نفس فكرة الأسبوع، حاجة بتزود الدورة الدموية العامة وتعمل ريفريشمنت، لكن ما بتعالجش التهاب أعصاب طرفية وما بتعالجش المايكرو سيركيليشن الدورة الدموية الدقيقة اللي فيها مشكلة في مريض السكر. العلاج بتاعنا بقى قلنا بنعالج بجهاز بيطلع موجات ضوئية أحادية اللون، وده جهاز أمريكي ليه طول موجي معين، بيزود إفراز مادة اسمها النيتريك أوكسيد، بتزود إنتاج الهيموجلوبين جوه الخلايا. وبعدين بنعالج الأوردة، ولازم نعمل زي ما قلنا كل الأجهزة، ما ينفعش حاجة وحاجة لأ. العلاج للأوردة عن طريق إن احنا بنزود الدورة الدموية اللي داخلة للأوردة، وبنحسن خروج ودخول الدم من وإلى الوريد. طيب بالنسبة للجروح بنشتغل بنفس الطريقة، بنزود العلاج الضوئي فيها، بنشتغل بنفس الأجهزة، بس زمان كان عندنا حاجة دلوقتي ما بقتش موجودة عندنا. زمان لو كان الجرح فيه انفكشن او تلوث بكتيري او فيروسي مش بنرضى نعالجه، كنت بعتذر للعيان وبقول له لا. دلوقتي في طريقة علاج حديثة بتقتل البكتيريا دي. ده منتج امريكي، سبراي او جل بيتحط بعد ما بنخلص الجلسة على المكان، بنحطه على المكان. بيعمل ايه بقى؟ ليه تأثير حلو جدا في الالتئام مع اللي احنا عاملينه، ان هو بيعمل تحفيز للخلايا الجذعية القريبة من المكان، بيعمل لها تحفيز فبيزود الخلايا الجذعية في المكان، فبيساعد على الالتئام.